يمكن لو ركزنا في آراء الشريحة اللي احنا خدنا رأيها في الشارع هنلاقي ان الجيل الصغير من الشباب بيتكلم عن فيلم الممر، وكان بيعرض من ساعتين ثلاثة على شاشة القناة الأولى، وده معناه حاجة واحدة، ان أهمية الأعمال الفنية. يعني لو ما كانش فيلم زي الممر اتعمل ما كانش الشريحة دي من الشباب اتكلموا عن ان ده أحسن فيلم شافوه، سواء حتى على المستوى الأجنبي. لو لاحظنا ان كان في يعني حد اكبر شويه في السن فكان بيتكلم على فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي، وكلنا طبعا كل واحد فينا على حسب الشرائح العمريه هيقول ايه اكتر عمل فني اتعمل عن اكتوبر بيأثر فيه وجدانيا لحد دلوقتي. حرب اكتوبر نجحت مش بس انها تغير من وعي المصريين وتزود عزيمتهم وثقتهم في نفسهم وانهم يقدروا يحطموا المستحيل، لا كمان ده غيرت فيه وجدان الناس، خصوصا وجدان الفنانين اللي نجحوا من خلال كلمات أغانيهم وألحانهم إن هم يوثقوا فترة مهمة في تاريخ مصر. بنتكلم على الأغاني تحديداً ليه؟ لأن هي كانت الحاجة السريعة اللي اتعملت مباشرة مع أول بيان صادر من القوات المسلحة وفرحة الناس في الشوارع. إيه أهمية الفن وتوثيقه لنصر أكتوبر المجيد بعد 50 سنة من النصر ده؟ تحديداً الأغاني هنبدأ بيها مع كاتبنا والمؤرخ الفني الدكتور رحاب الدين الهواري. دكتور رحاب، برحب بحضرتك معانا وكل سنه وحضرتك طيب. ازي حضرتك يا يوسف؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. نبدا بالاغاني باعتبار ان هي كانت اول حاجه الفنانين قدروا يقدموها لمصر اثناء قيام الحرب واثناء اندلاع الحرب. يمكن زي ما حضرتك تفضلت مذكورا ان الاغاني دي كانت شاركت الجنود نفسهم لحظات الحرب. يمكن عبد الحليم بدا مبكرا قوي تحديدا بعد نفس 67 على طول عمل غنى عدى النهار. فعدى النهار كان وكانه بيحمل الامل وبيقول انتظروا عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر. هو لسه القمر جاي، يعني هو بينفي تماما فكره ان احنا يأسنا، مفيش يأس. المصريين هم اللي جايين والايام اللي جايه بتقول ان النصر قادم. فاول في يوم 6 اكتوبر بالضبط وبعد مرور 10 ساعات بليغ حمدي يطلع هو وعبد الرحيم منصور على الاذاعه ويتمنعوا من الدخول. وهم رايحين في الطريق يسمعوا الناس بتقول الله اكبر، الهتاف اللي اقترحه المشير الفريق سعد الدين الشاذ في هذا الوقت اقترح ان ده يكون الحماسه بتاعت الجماهير لدرجه انه امر ب 40 ميكروفون على الجبهه تسخر لاجل توزيع هذا النداء. فلما النداء انتشر في الطريق الى الاذاعه وسمعوا بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور عرف طبعا، عملوا ضجه قدام المبنى ومنعوا من دخول الاذاعه. فعن طريق وجدي الحكيم استشاره وقال لهم لازم يطلعوا، بل طالع طبعا ومطعم بالنص ومطعم بنداء الله اكبر. فبدا بالفعل كان دندن الاغنيه بتاعت الله اكبر بسم الله وكملها عبد الرحيم منصور وتم تلحينها في المبنى لدرجه انه ما لقوش حد يكمل، يعني الكورال ما كانش موجود. فتعاقد 15 فرد من الاذاعه وكملوا هذه الاغنيه، فكانت اول حاجه تطلع في نفس يوم 6 اكتوبر الله اكبر بسم الله. بعدها مباشره اتصلوا بورده تيجي عشان كان كتب اغنيه جديده عبد الرحيم منصور ايضا كتب وانا على الربابه بغني، وجابوا ورده وسمح ليها بالدخول. وفضلوا مقيمين تقريبا فتره الاسبوع الاول من الحرب، بليغ يلحن، عبد الرحيم منصور يكتب، وكل الفنانين تباعا يشتركوا في الغناء. من الطريق دي ان اغنيه وانا على الربابه بغني بتعرض ثاني يوم بالظبط. وفي يوم 8 اكتوبر بيقال ان احد الجنود بعد ما فجر احدى دبابات اسرائيل وقف فوقيها وقال وانا على الربابه بغني. يعني تخيل حضرتك بعد ساعات تصل الاغنيه الى ساحه المعركه ويتغنى بها الجنود المنتصرين. الاغنيه حتى اتصورت هنا في مسبيرو في المكان العريق اللي احنا موجودين فيه. حتى كان لها قصه كمان، يعني انا اسمعها مش عارف حضرتك تاكدها ليا ولا لا. كان الاستاذ عبد الرحيم منصور ما كانش عارف يكتب ايه، فهو الاستاذ بليغ قال له لو انت في البلد هتقولي هتغني تقولي، قال له هغني على الربابه، قال له يبقى هي دي بالظبط يا فندم. يعني هي كان في نوع من انواع المعايشه اللي تقريبا كل اغنيه كانوا الكل عايش
يعني بعد مثلا بعد ما اتغنت انا على الرغابه والحياه مستمره مع وبليغ مازال مقيم في المبنى يعمل اغنيه ثانيه اللي هي عاش اللي قال عاش اللي قال للرجال عبد الطلال طبعا، ولدرجه ان الاغنيه دي بيقال ان السادات وطن كان اسمه موجود فيها ورفض ان اسمه يتقال. ايوه عاش اللي قال دي كمان كانت متاخده من مقال للاستاذ محمد حسين هيكل، كان لتوفيق الحكيم. توفيق الحكيم ولا الاستاذ محمد حسين هيكل؟ لا محمد حسين هيكل. اغنيه توفيق الحكيم كانت اغنيه ثانيه اللي هي عبرنا الهزيمه. ايوه تمام. عبرنا الهزيمه كانت اتاخدت من مقال لتوفيق الحكيم بالفعل، وكملت الاغنيه على عنوان المقال عبرنا الهزيمه، وكانت من الاغاني اللي ما زالت موجوده حتى الان. الروح اللي الفنانين اشتغلوا بيها في الوقت ده واصرارهم ان هم يشاركوا باللي يملكوه وصلت، يمكن زي ما حضرتك قلت المجند اللي طلع على الدبابه وغنى على الربابه. طبعا يا فندم. ولذلك الكلام دكتور رحاب ان حرب اكتوبر او نصر اكتوبر كان السلاح القوي فيه جدا هي الاراده والعزيمه، يعني تم فيه أساطير من الحكايات اللي ما تتصدقش، لكن مع إرادة المصريين وقتها سواء اللي على الجبهة أو اللي في الشارع المصري كان لها مفعول سحري في مسألة النصر. يمكن مش في الغنى بس حضرتك، يعني زي ما حضرتك تفضلت في التقرير، يعني على مستوى السينما كمية الأعمال اللي أنتجت سينمائيا يمكن من 72 بدأها يوسف شاهين بصرخة العصفور والأرض والاختيار، يعمل ثلاث أفلام في سنة واحدة سنة 72 وكأنه بيتنبأ بالنص وبيتنبأ بفكرة الحرية. فنيجي مثلا 73 بعدها مباشرة تبدأ كمية أعمال، يعني محمود ياسين لوحده يعمل 8 أفلام حضرتك. أيوة. الرصاصة لا تزال في جيب اللي كتبه إحسان عبد القدوس في 6 سنين، يعني هذه الرواية اللي كتبها في 6 سنين فيها رمزية لما كتبها في 67 كان بيرمز إلى هذه الفتاة المغتصبة اللي اغتصبت أرضها، والرصاصة اللي ما زالت موجودة من 67 لحد ما تحين لحظة النصب في 73 ثم يحتفظ بالرصاصة لأنه ما زال العدو موجود. رمزية مهمة. 6 سنين بالضبط إحسان بيكتب في هذه المجموعة اللي كانت تقريبا 10 صفحات، لو هي منصورة كانت صفحاتها قليلة جدا، فحولها إلى عمل فني بديع. طبعا الفنان محمود ياسين لأنه ابن بورسعيد فكان أكثر فنان بيقبل أي عمل يخص الحرب وبدون النقاش في أجر وبدون النقاش في أي تفاصيل، أي فيلم عن الحرب كان على طول، يعني عمل بدور وابناء الصمت والعمر لحظه كل هذه الافلام. فمحمود ياسين لا يعني يكاد يكون كان جنديا. ده حقيقي فعلا، يعني هو كان بالنسبه للناس كانه جندي في حرب اكتوبر، كانه حارب فعلا بالفعل. الفترة اللي بعد كده بقى هي مسألة التوثيق لرفع الوعي، يعني احنا في الآراء اللي شفناها حضرتك تابعت معانا الجيل الشاب اللي لسه طالع بيتكلم عن فيلم الممر. يمكن احنا حصل عندنا فجوه كده شويه من بعد يوم الكرامه، قعدنا حوالي 15 سنه ما عملناش ولا فيلم عن اكتوبر، وكانت ذكرياتنا كلها من الافلام القديمه زي ما حضرتك تفضلت من السبعينات ويمكن لحد 78، ثم توقف في الفتره الاخيره حوالي 20 سنه ما فيش الا ذكرياتنا القديمه لحد ما جاء فيلم الممر، وكانه اعاد الروح للجيل اللي ما عاصرش هذه الحرب وبيشوف الحرب من وجهه نظر حديثه وبممثلين هو اتربى معاهم وشافهم زي الفنان احمد عز. فكان طبعا لما الجيل ده يقول ان انا عرفت الحرب من خلال فيلم الممر، ده بيرجعنا لو حضرتك تتذكر مسلسل ام كلثوم، لما الوقت عرض مسلسل ام كلثوم فوجئنا بان الجيل من ال 12 و13 سنه اول مره يسمعوا عن ام كلثوم، وكان ده حقيقي اللي الفن بيلعبه بيعيد لمن يعني ذاكرته لم تستوعب ما حدث ايام الحرب انه يتفرج او يشوف ويتابع ما كان اباؤه بيتابعوه وبيسمعوه وبيعيشوه. واحنا الفترة اللي جاية اعتقد الانتاج هيبقى على نطاق اوسع، وبدأنا بالفعل السنة دي في احتفالاتنا ب50 سنة على نصر اكتوبر بنشوف افلام وثائقية مختلفة وبتتناول امثلة كتير جدا من اللي حصلت على الجبهة.
النهارده بالفعل المتحده عرضت فيلم عظيم عن الاغنيه في حرب اكتوبر، ثم الفيلم اللي عرض امبارح عن اعترافات الاسرائيليين والامريكيين بما حدث لهم في يوم الحرب. مجموعه هائله يمكن الوثائقيه فعلا المتحده داخله في هذا التراك بشكل الرئيس ولحظه العبور كمان. يا ريت ننتج مثل هذه الاعمال، وكانه اعطى شراره البدء. اعتقد ان الايام الجايه هتشهد اعمال عظيمه جدا تؤرخ لهذه الفتره اللي كتير جدا من الجيل الحالي ما شافهاش وما يعرفش عنها اي حاجه. لا ده كمان الفيلم اللي تم عرضه امبارح اللي هو للفنان آسر ياسين اللي هو عبور وانجاز، 40 دقيقة كانت كافية ووافية بما حدث في نصر أكتوبر، وبينت حاجات فعلا أول مرة كنا نشوفها. الفيلم ده كمان كان فيه تقنية تصوير كان فيه إظلام في وقت يستدعي الإظلام وإضاءة، يعني بصراحة كان إخراجه رائع، اختيار آسر ياسين رائع، الإعداد والبحث الفكرة كانت أكثر من عظيمة. يعني مجموعة من الأفلام اللي بتوثق هذه اللحظة، ربما المسؤولين عن الفيلم اشتغلوا من خيالهم ومن قراءاتهم، وكل هذا الجيل اللي كان مسؤول عن الفيلم ربما ما عاصرش حرب أكتوبر، ولكن أنجز هذا العمل اللي بيؤرخ بالفعل لحرب عظيمة تتظل كل يوم نكتشف فيها الجديد. يمكن قبل كده قلت ان انا عندي 750 الف جندي شاركوا في حرب 73، ان هناك وراءهم 750 الف قصه تظل نتذكرها مع كل ذكرى في 6 اكتوبر. ان شاء الله دايما يعني نفتكر نصرنا ببطولاته ومصر دايما بخير. الكاتب والمؤرخ الدكتور رحاب الدين الهواري، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا واثراءك هذه الفقره بالحديث عن الفن واهميته في رفع الوعي ورفع الروح المعنويه للشعب المصري من خلال ذكريات وحكايات نصر اكتوبر.